بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله نكمل المدة بتاع المرة اللي فاتت، بس النهاردة هنشتغل ستاتيك، بس مش هنشتغل دايناميك، بس هنزود حاجة جديدة اللي هو إزاي بنحط الفايبر والإيبوكسي على الخرسانة وإزاي بنوصفه. ده شكل الكاميرا بتاعت المرة اللي فاتت اللي إحنا كنا شغالين عليها. كنا شغالين دايناميك، حمل ضغط من فوق، حمل ضغط من تحت، تمام. إحنا هنزود جزء الفايبر هنا في الاتجاه الطولي. طبعا إحنا لما هنضغط هنا هيبقى الجزء اللي فوق ده فيه شد، فضروري ان اتجاه الفايبر يبقى في اتجاه الشد. فاحنا نحط اتجاه الفايبر زي ما احنا مهشرين كده في الاتجاه الطولي ده، لو انا هيبقى في اتجاه ايه؟ هيبقى في اتجاه الزد، اتجاه الشد. شد فوق. تمام. طيب، لان المومنت هيبقى كده. تمام. ده شكل الفايبر والايبوكس. دي هنعتبر ان الجزء اللي جوه ده اللي هو هنهشره دلوقتي. اللي احنا هنهشره ده كده، هنفترض ان هو دي طبقه الايبوكسي، والخارجيه دي اي حاجه دي كده، هنفترض ان هي طبقه الايه؟ الفايبر. تمام. ضروري عشان الجزء يبقى متقسم مع بعض. احنا عملنا ايه يا باشمهندسين؟ احنا رحنا جايين على الجزء ده كده وقلنا له ايه؟ احنا هنقطعه مع الكاميرا بالشكل ده، صح كده؟ ولو كان في بليد فوق قسمناه برضه مع الكنات وهكذا. نفس الكلام برضه، احنا هنعوز نقسم الفايبر ده مع نفسه. ازاي؟ يعني هنيجي هنا كده يا باشمهندسين، وهنيجي هنا نقسم الجزء الصغير ده. تمام كده. يبقى دي جزء 2 3 4 5 6، برضه دوت هيتقسم مع ده كده لغايه الاخر، وده برضه هيتقسم مع ده لغايه الاخر. نفس الكلام في الجزء الثاني ده. تمام كده. فضروري نقسم الاجزاء دي. طبعا لو واحد شغال تكست فايل لحاجه زي كده، فالموضوع دوت هيبقى ايه؟ نوعا ما مقرف شويه بالنسبه له، ان هو ازاي يختار الجزء ده لوحده. ما هو ده احنا قلنا ايه؟ الجزء ده بالمربع الصغير، ايه ده بالمربع الصغير، ده باللي تحت، ده عباره عن ايه؟ ايبوكسي اللي هو الريزن، وده كده الخارجي دوت، المربعين مع المربع الكبير والمربع الصغير ده اللي هو الفايبر. خلاص كده يا باشمهندسين؟ ده نفس السكه. ايه؟ لا هو بص، الريزن ممكن ناخده، يعني طبعا التقنيات هنا هي اللي ايه؟ اللي بتبقى بتصعب عليك عمليه الاختيار شويه، لان الاختيارات بتبقى صغيره جدا. يعني ممكن ناخد الفايبر مثلا ده نص مللي، وده 3/10 مللي، الايبوكسي 3/10. تمام. ده التخانه بتاعت الايبوكسي مثلا هناخدها ب 3/10، والتخانه بتاعت الفايبر هناخدها بنص مللي. خلاص كده. طول الفايبر هناخده من اول الكاميرا خالص، تمام كده، لغايه مسافه اللي هي 44 سم تقريبا. احنا عشان بس نسهل على نفسنا شويه هناخدها اللي هو ايه؟ الكفر، وثلاث اجزاء او ثلاث حالات في الكلام. لا 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 لا، دي على حسب بقى الشغل بتاعك انت. المفروض بقى الشغل بتاعك بقى انت مثلا هتاخد طول معين تزوده بتقليله لغايه ما تشوف الاوبتيمم ديستانس بتاعك. فاحنا هنا عشان نيجي نرسم الكلام بتاعنا، احنا جينا قسنا المسافه دي كده. المسافه دي احنا قلنا هناخد حاره 2 3، صح كده؟ يعني عايزين لغايه هنا، هي تقريبا 50.6، 50.66 اللي هو الرقم دوت. يعني ممكن كده ناخد كنترول سي واحنا شغالين. واحنا هنا انا واخد هنا الاف ار بي لغايه نص الكاميرا دوت. فاحنا عايزين نرسم الكلام دوت كده بقى عندنا هنا، هنرسمه ازاي؟ احنا عندنا الاكس، هنرسم الايبوكسي الاول اللي هو تخانته 3/10، تمام كده. فاحنا هنمشي دي كلها بي ودي كلها تي. انا عندي السنترويد هنا في النص، او السنتر الاحداثيات بتاعتي في النص، يبقى انا همشي مره بي على الاثنين زائد تي بتاعت الايبوكسي،
ومدرب بي سالب بي على الاثنين وبعد كده برضه ايه اللي بقى. فوق تي على الاثنين و اللي دوت بالنسبه للابعاد دي. بالنسبه للبعد الثاني هيبقى من اول صفر لغايه اللي هو 50.666 تمام كده. طيب هنيجي هنا بقى نشوف يبقى نقول له موديل كريت فوليوم لوك باي دايمنشن الاكس. اول حاجه هنرسم مثلا اللي هو الجزء الجانبي ده ممكن نرسم دي كلها كده مره ماشي اللي هو المساحه دي كلها مره. يبقى المساحه ديت اول حاجه عند اكس يعني بي على الاثنين وبعد كده بي على الاثنين زائد التخالف. يبقى نيجي هنا كده اول حاجه بي على الاثنين وبعد كده بي على بي على الاثنين زائد الكفر احنا قلنا هيبقى كام 3.1 مللي تمام كده. نقول له ابلاي بس اول سيم مسافر اس كومبليت كريت ذا اكسل. لسه الحاجات اللي تحت دي. طيب هنيجي هنا في الواي الواي هيبقى عند الواي بصفر وواي بكام؟ تعال نشوف بقى هنا انا بصفر تي على الاثنين زائد احنا هناخد دي كلها مره ناخدها كلها مره 3.1 و 3.1 ماشي. يبقى نيجي هنا كده يبقى تي على الاثنين زائد 3.1 زائد نص يعني 8.1 تمام كده. الزد بقى من اول صفر لغايه المسافه اللي هي دي اللي احنا لسه قايسينها من شويه من الابلاي هيتحطت هنا تمام. عايزين نعمل الناحيه الثانيه هي هيها بس مره هنا السالب سالب افتح قوس الواي بالموجب الزد بالموجب ابلاي اتحطت الناحيه الثانيه. تعال بقى نحط الجزء اللي فوق ولا نحط كمان الجزء ده بالمره الجزء اللي جنبه تمام كده. الجزء اللي جنبه نفس الواي بالظبط برضه من صفر لغايه المسافه اللي فوق والزد نفس الزد هي اللي هتفرق فيها الاكس. الاكس من اول بي على الاثنين زائد 3.1 لغايه بي على الاثنين زائد 8.1. يبقى هنيجي هنا كده من اول بي على الاثنين زائد كام؟ 3.1 نفتح بوص لغايه بي على الاثنين زائد 8.1 هذا هيرسم الناحيه الثانيه هناك الاول ابلاي. هنيجي بعد كده هنا نشيل القوس هنشيل السالب نقول ابلاي. عايزين نتاكد ان هو رسم صح نقول له كانسل نسيب الكلام بتاعنا نزوم اهي تمام كده لانها طالع فوق شويه اهو اللي هي المسافه بتاعنا نقيسها لو عايزين نقيسها كنسل مش مشكله بقى نكمل وخلاص وبعد كده ايه نتاكد في الاخر موديلنج كريت باي دايمنشن. نيجي بقى نرسم الجزء اللي فوق الجزء اللي فوق دوت برضه هنرسمه من اول لغايه الاخر خلاص كده عشان بعد كده اقول له اعمل لي اوفرلاب يروح مقطع لي كله مع بعض بدل ما اقعد اقطع انا تاني انا هرسمهم فوق بعض وبعد كده اقول له ايه اقطع لي الايه المتراكب فوق بعض. طيب الجزء اللي فوق دوت الواي بتاعته من اول تي على الاثنين لغايه تي على الاثنين زائد 3.1 ده الواي. الاكس مره 8.1 سالب بي على الاثنين زائد 8.1 وبي على الاثنين ناقص 8.1. يبقى هنيجي هنا كده باي دايمنشن يبقى اول حاجه بي على 2 زائد 8.1 وسالب بي على 2 زائد 8.1 صح كده؟ ده الاكس. الواي من صفر لا من تي على من تي على ال 2 لغايه تي على ال 2 زائد 3.1
تمام كده. وبعد كده الزد زي ما هي نقول له ابلا اهي ماشي. هي حتى هتلاقيها اتعملت هنا. المره الجايه نفس الاكس بس الواي زائد 3 من 10 وهنا زائد 8 من 10 ابلا اهي. تمام كده يا باشمهندسين؟ ايه؟ بالظبط كده. اللي يحصل بقى ان احنا عايزين نقسمهم مع الكاميرا. انا طبعا خدتهم معنا تقسيمه الكاميرا عشان بس ما تقلقنيش. ايه؟ لا هم لسه ما تقسموش في بعض، لازم اقول له اوفر لود. تمام كده؟ فانا هروح اعمل ايه بقى؟ هقسمهم مع بعض الاول. مع الكاميرا الاول هي مش كفايه هي مع الكاميرا هروح معلم عليهم كلهم بعد كده. ايه قالوا قسم انا هقول له انا اختار دول واعملهم معك. بس هي الفكره حاجه ان انا اختارهم ازاي. ايه تعال نجرب باي لوكيشن نشوف هيختاروا هم ولا. تمام كده تعالى بقى. بس باي لوكيشن هتاخد وقت شويه. اول حاجه هنقول سيلكت انتيتيز فوليوم باي لوكيشن. هي الفكره انا عايز اقولها هي ديت لان هي دي قرفتني شويه قبل كده. هنقول له اول حاجه عن طريق الاكس. اول حاجه لو انا اخترت نص الفوليوم ده نص الفوليوم دوت هيختار لي الفوليوم ده كله صح؟ تمام كده؟ طب نص الفوليوم ده عند كام؟ دي على الاثنين زائد 3 من 10 على الاثنين. تمام كده؟ تعال نشوف هيختارهم ولا لا. نقول له عند اكس ابلاي فروم اول. نقول له ابلاي بي على الاثنين بي على الاثنين زائد 0.15 صح كده؟ نقول له ابلاي. تعال نزوم كده اختارها هي صح. طيب تعال نقول له اولسو سيلكت ايضا اختار بالسالب ابلاي نقول له فروم اول انا اسف فروم اول ابلاي. بعد كده اولسو سيلكت سالب افتح قوس ابلاي. تمام كده واحدة بس. تمام كده تعال نقول له تاني ايه اولسو سيلكت عند بي على الاثنين زائد كام؟ 3 من 10 كلها زائد نص النص يعني كام؟ هي المسافة دي كده يعني 3 من 10 زائد نص النص يعني ربع زائد 3 من 10 يعني 0.55 صح كده؟ يبقى هقول له اولسو سيلكت. تعال ناخدها مرة بالسالب ابلاي. تعال نزوم نشوف اختارها ولا لا. اختار تمام. تعال بقى قص سيلكت نشيل السالب نقول له ابلاي. نتاكد برضو اختار. تعال ايه ما خلاص بقى انتوا عرفتوا تكس فايل بيشتغل ازاي. لا ما اعرفش يمكن عشان الفيرجن ده حديث شويه الفيرجن بتاعك كنت اجي اختار الدايمنشن ديت بالقيم الصغيره دي ما يختارش ما كانش بيجيب ما اعرفش 14 والله يا اما غلطه عندي في الريزوليوشن بتاعت البرنامج او من النسخه ما تعرفش. المهم 16 احسن شويه والله 16 كويس يعني 17 نزل دلوقتي على فكره. هات ممكن اجيب لكم اللينك تبقى تنزلوه مع نفسكم. طيب نيجي بقى نختار في الواي. في الواي اولسو سيلكت عند ايه؟ عند تي على الاثنين زائد 0.15 يبقى هنيجي هنا كده اولسو سيلكت عند الواي ماشي نتاكد تي على الاثنين زائد 0.15 صح كده؟ نقول له ابلاي. شفت اختارهم الاثنين هم يعني عشان ما تزعلش. ما هو ده كده غلطه افرض انا عايز اختار واحده بس. مش عارف طب مش معنى تختاروا ايه؟ طب اختاروا الاثنين مع بعض. هقول لكم حلها دلوقتي هقول لكم حلها دلوقتي. ايه؟ لا هي نفس الكلام برضه. هنجربها بس اظبط الحته دي بس. اول حاجه انا عايز اعمل ايه يا باشمهندسين؟ اقطعهم مع بعض. يبقى اقول له ايه؟ اقول له هنا كده كريت سبريت بوليون اوفرلاب فين اوفرلاب؟ اوفرلاب اهي
فوليوم مرة بقوة. تعال نزود كده. هو كده المفروض يتعمل. ماشي؟ نجرب ازاي نقول مثلا select entities volume. ايه؟ عشان تحطهم في كومبوننت؟ عايز اختار حاجة حاجة احطها في كومبوننت، يعني بوكس لوحده والفوليوم لوحده. ماشي؟ وكمان مش كده بس، يعني ايه؟ هقول لك بس. عايز بس اقول له from all apply. لا مش from all. كنسل كنسل ريسلكت ريسلكت من الموجود. خدت بالك هو اختار بس ايه اهو شايفين الفوليوم الصغير اللي اختاروه ده اهو تمام هو كده اختار يعني كده تقسم خلاص اتاكدنا ان هو تقسم طيب كنسل لو احنا عايزين نختار برضو باي لوكيشن بس نتاكد مليون في الميه ان هو اختار المكان ده مظبوط نعمل ايه بقى نتحايل على البرنامج شويه ان احنا نحرك الجلوبال كارتيزيان بتاعتي لنقطه قريبه من الايه الحاجه اللي انا عايز اختارها يعني تعال نبص من قدام اهو يعني مثلا دلوقتي انا عايز اختار الجزء ده اللي هو ده الرأس ده تمام عشان اتاكد ان هو اختار الجزء ده بالظبط بس هروح اعمل ايه اجيب الجلوبال كارتيزيان بتاعي واحطه على اي نقطه على الخط ده ولما اجي اختار اقول له اختار لي عند كام بقى عند بوينت 1.5 مش عندي بي على الاثنين مش هقول له بي على الاثنين زائد بوينت 1.5 اصل بي على الاثنين رقم كبير جدا بالنسبه للبوينت 1.5 خلاص كده فاقول له لا عند بوينت 1.5 بس هي نص التخيل طب تعال نجربها كده ونشوف هتعمل ولا لا طب نعملها ازاي بقى يا باشمهندسين عن طريق الورك بلان يعني اول حاجه هنقول له ورك بلان اوفس ورك بلان برضه انا هعملها لكم بالطريقه اللي ممكن تعملوها تكست فايل تمام كده هو الورك بلان اول حاجه عشان نتاكد ان هو عند الصفر والصفر اقول له الله ينورك بلان تو جلوبال كارتيز يعني حط له عند جلوبال كارتيز عشان لما اجي احركه يتحرك من الصفر والصفر هاجي هنا كده واقول له حركه لي هو المفروض المفروض هنا هعرضه في اكس قد ايه؟ بوينت واحد لا في على الاثنين بس في على الاثنين بس يبقى هاجي هنا كده يا باشمهندسين في اتجاه اكس يبقى في النص في النص بالظبط يبقى حركه بي على الاثنين و صفر و صفر صح كده؟ واقول له افضل هو اتحرك بقى بالظبط اهو تعالى نتاكد اهو في الجزء اللي جوه ده تمام هنيجي نقول له بعد كده يبقى ايه خليه الجلوبال كارتيزيان منطبق مع الورك بلان تمام ازاي هاجي هنا ورك بلان تشينج اكتف كارتيزيان سيستم تو ورك بلان تمام كده مش منسين هاجي هنا بقول له ايه لما اجي اختار هنا واقول له اختار لي الفوليوم باي لوكيشن طبعا هختار فروم فروم اللي موجود او فروم اول مش هتفرق بقى خلاص كده هنقول له طب تعالى نحط دول في كده كده هيبوظ كده كده هيبوظ لا نسيبهم زي ما هو هنيجي هنقول له ايه اختار لي من اكس في اتجاه اكس عند بوينت 1.5 طبعا لو هو كان عند الصفر والصفر مش هيختار لي الايه مش هيختار لي البوكس ده خلاص نقول له ابلاي طب لو عاوز اختار الثاني اقول له عند بوينت 1.5 زائد بوينت لا 3.10 زائد 25 يعني انت عايز تختار اللي هو الهون يعني هو الفايبر الفايبر ده وهو موجود دلوقتي اهم حاجه ما يبقاش فيه رقم كبير وهو موجود على وضعه اقول له اختار لي اللي عند كام بقى هو دلوقتي الاحداثيات بتاعتي عند النقطه هنا اقول له اختار لي عند 3.10 زائد بوينت يعني 55 ملم بقول له اختار لي عند 55 ملم تعال بس نزوم كده ونشوف انهي التخانه اللي هو مختارها هي التخانه الصغيره حتى هنشوف كده لما حرك ديت هي الايه الجزء اللي جوه تعال نقول له فروم اول اتفق جروب فروم اول اللي هو عند بوينت 1.5 نقول له ابلاي اهو الثاني هو اللي ايه اللي شغال معايا تمام كده بس اهم حاجه بقى يا باشمهندسين احنا عايزين
ده هيبقى ايبوكس. احنا قلنا ايبوكس اه، لكن الفايبر بقى باشمهندسين احنا هنخليه ماده اورثوتروبيك. يعني ايه اورثوتروبيك؟ يعني ليه خصائص في اتجاه مختلف عن الاتجاه الثاني، لان الفايبر هو شغال معاه في الايه، في اتجاه الشرايح بتاعتي بس، خلاص كده. فمثلا الشرايح اللي فوق دي تمام كده، اللي هي شريحة الفايبر اللي فوق شغاله معايا في الاتجاه ده، بحيث ان ده اكس وواي عمود عليه، واي في نفس البلان، اكس واي في نفس البلان، وزد عمود عليه. هنا اكس برضو في نفس الاتجاه ده اللي هو الاتجاه ده، وواي في الاتجاه الموازي في نفس البلان، وزد عمود عليه. اتفهمت ولا لا؟ اشتغل في الاكس واي اه، يعني ده البلان اكس واي للجزء اللي فوق، بلان اكس واي اللي هو الخط اللي احنا مش شايفينه. يعني لو برضو عشان تبقى واضحة قوي، تمام كده، المفروض الاتجاه ده كده اكس اهو، لو في اتجاه الفايبر لازم نخلي اكس هو اتجاه الفايبر، وواي اللي هو العمود عليه في نفس البلان، وزد اللي هو اللي طالع منه نفس الكلام. هنا اكس اهو وواي كده او كده، مش هتفرق، في نفس البلان، وزد عمود عليه، يبقى اكس واي زد، اكس واي زد. اللي يفرق معايا كله هو اتجاه اكس بس. يعني احنا ممكن نخلي المادة دي زي المادة دي بالضبط، خلاص كده. يعني ممكن نخلي دي زي دي، بس انا هعرفكم الطريقة اللي ايه اللي تخلوا دي بها لوحديها ودي لوحديها، لان ساعات احنا عندنا بنحتاج ان احنا نحط فايبر في الاتجاه ده، ممكن عايزين نحط فايبر في الاتجاه التاني، فنعملها ازاي هنشوفها دلوقتي. هي الخطوة دلوقتي عايزين نحط الايبوكسي كله في جروب واحد او في كومبوننت، بس بعد ما نقسمه مع الكنات الاول، خلاص كده. يبقى نقول له سيلكت ايفري ثينج، نحط الفايبر في هنا، الورك بلان هنا، ورك بلان اوبس، ورك بلان 2 كي بوينت، نحطه هنا مثلا ونتك اوكي. اكس واي اه، نقسم على الاكس والواي، ديفايد باي ورك بلان ديفول، هنقسم الايبوكسي والفايبر، وبعد كده نحركه اوبس ورك بلان 2 كي بوينت ليا، نتك اوكي. طبعا المفروض هنقسمها برضه مع الايه؟ مع الكنات ليلة، يعني مع الكنات رأسيا وافقيا كمان. نيجي هنا اخر واحدة، تمام كده كده اتقسمت. لسه بقى اللي هي التسليح الرأسي دوت الرئيسي ده، والتسليح الرئيسي ده والتاني. فهنيجي هنا كده نقول له ورك بلان اوبس ورك بلان تو كي بوينت، وليكن دي طبعا الاكس والواي بلان بتاعنا هنا، ده احنا عايزين ايه؟ نلف نلف حوالين محور ايه؟ الاكس اهو، يبقى نلف حوالين الاكس. فلما يلف حوالين الاكس الواي هيجي مكان الزد، يبقى هنيجي هنا كده نقول له 90 درجة حوالين الاكس اهو، يبقى اكس واي بلان بتاعنا بقى افقي والزد طالع منه، نقول له هنا افقي بلان باي بيك بيك افقي. اتقسمت يا باشمهندسين. عايزين بقى نحطه هنا ايه؟ على التسليح الرئيسي بس اللي فوق. طب ورك بلان اوبس تو يعني ما خلاص قطع الناحيه الثانيه كده اه، مش هو بيحط كله افقي، لكن كده ماشي في كله تمام كده. هو دلوقتي بقى لسه افقي، احنا عايزين نخليه راسي، يبقى نلف حوالين المحور
يا باشمهندس حضرتك بتقطع ايه الميعاد الايام دلوقتي يا باشمهندسين؟ لا بص، هو دلوقتي الفايبر بقطعه مع التسليح الرئيسي ده. هو الحديد الطولي يعني. بص، مش التسليح مش كله ماشي اهو، اللي هو الجزء دوت متقطع مع التسليح الرئيسي فوق وتحت الكاميرا الخرسانة. احنا عايزين برضو نقطع الفايبر فوق وتحت مع التقطيع بتاع التسليح اصلا ولا ايه؟ ثواني كده بس عشان الوقت مش شغال. الناس مش هنيجي هنا يا باشمهندسين، هنيجي هنا الاوفيس ورك بلان، نيجي هنا نقول له نفول حوالين المحور ايه. هو ده كده اكس وده كده واي وزد ده طالع معاه، فنلف حوالين المحور واي صح كده؟ يبقى اكس واي بلان اكس واي بقى راسي وزد عمودي عليه. تمام؟ طيب خلينا نقول له اوفيس ورك بلان بالاو. اهو هنشوف دلوقتي النتيجه هي ان هو الايبوكس والفايبر بقى متقطع راسي، لسه فاضل جزء في الناحيه الثانيه هو ده. تمام كده؟ اوفيس ورك بلان. هو اللي كانت قبل ديت يا باشمهندس كان عندنا ايه؟ احنا قطعنا هنا، يعني اللي كانت قبلها كنا قطعنا فين؟ الكنات اللي هو الرئيسيه دي كنا قطعنا عند النقطه دي. طب هقطع دي الاول وهوريك. هقطع دي الاول كده. احنا اول حاجه يا باشمهندس قطعناها مع الكنات دي. الكنات دي كده. تمام كده؟ هي بقى مكانها فين على الرأس؟ ايه؟ هو من تحت اللي هو ده. اللي هو اللي رأس ده. هو الاخر فين؟ من الاول هنا لغاية هنا. من الاول هنا بقى لما بنقطع النقطة دي وكده وكده بنقطع. تاني كده معلش. يعني هنا بنقطع كده وكده وكده. بنقطع كده وكده 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 كل القمر. تمام كده؟ المرة الثانية قطعنا مع الكنات في ايه بس افق كده او التسليح اللي هو ده افق كده، فقطعنا الجزء ده. تمام؟ والخطوة الأخيرة قطعنا كده. تمام كده؟ فاضل ان احنا نقطع القمر ذات نفسها كده. يا باشمهندس معلش، المكانين دول على راسنا اللي هما ده ده وده ده وده اهو اللي هو ده اللي هو الجزء ده. عارفه الخط ده كده؟ تمام. الخط دوت اكني قطعت كده، جبت السكينه الافقيه كده اللي هو الهون ده اللي هو ده. تمام؟ الرأس ده اللي هو ده اللي هو الخط ده الرأسي اللي هو ده. بص هنزود كده، شفت الخط اللي فوق كده؟ ده اللي هو ده الخط الرأسي ده اللي هو اللي هو ده. تمام كده؟ بس فاضل بعد كده ان انا اقسم البلاطه كل الكاميرا كلها افقيا عشان تبقى ماشيه مع الايه؟ مع الجزء بتاعها. مع الجزء ده يبقى هاجي هنا. باشمهندس هما الخطين دول اللي هو اللي تحت واللي فوق. وانا بقسم كنت مظبط المحاور بتاعتي. افق اهو. ده وده. بالظبط. ومع الكنات كمان بقى كل كده وكده. قطعنا كده وقطعنا كده. مع الكنات. تمام كده؟ هنيجي هنا بقى نقول له ورك بلان اوفست ورك بلان تو كي بوينتس اي واحد هنا. وطبعا هنقول له ايه؟ خليه للورك بلان بتاعي افقي صح كده؟ افقي بس زد عمودي عليهم، يبقى انا هلفه حوالين محور ايه؟ واي زي ما انتم بتقولوا بالظبط كده. يبقى كده اكس كده واي كده اكس اهو كده واي والزد عمود عليهم من تحت كده. بس بقى الكاميرا مع الايبوكس لازم كل حاجه تبقى متقسمه مع بعضيها.
ونسيف الكلام بتاعنا. عايز بقى طبعا الكومبوننتس اللي احنا كنا عاملينها للكنات والاسخ الرئيسيه كلها تطبق. لا الاسخ الرئيسيه لا ممكن لا لان احنا مش جينا عليها. اهم حاجه الكنات لان احنا قطعناها افقيا ما هي كانت متقطعه هي مكان التقطيع بتاع الكنات اصلا. يعني تعال نجرب كده نشوف نقول له سيلكت كومبوننت الاسخ الطوليه كده. ايوه ما هي التقطيع جايه على مكان تقطيع قديم بالظبط كده. بس يعني ايه هل هذا ما اخاف منه؟ هل هذا في حته صغيره كده يعني ايه ده ساعات بيبقى ريزوليوشن. عامه احنا ايه هنعمل ميرج في الاخر برضه. ميرج في الاخر بس ممكن ميرج للنود يعمل لي ميرج كمان الايه الفايبر. هي الفكره بقى ان احنا يعني سلكت من ايه هو تبع الكومبوننت. لا مش مشكله ممكن نعمل كومبوننت من ثاني افضل. يعني هي سهله يعني هي الكومبوننت انا عندي تكست فايل بس مش مشكله زي تمام كده. طيب هنيجي بعد كده نعمل ايه يا باشمهندسين؟ عايزين نحط ال الفايبر يعني هو المفروض نحط كله في كومبوننت دلوقتي تمام كده. يعني ممكن نجي هنا كده يعني يفضل ان احنا نحط كله في كومبوننت من الاول. هو فين؟ اهو ماتيريال موديلنج ونقول له تعالى هنا في الكومبوننت الاستيرا. تعال بس لغايه الاختيار بس الاول نشوف هيختارها صح ولا لا. باظ خالص ما احنا مغيرين مكان الكارتيزيان لو انت فاكرين يبقى بلوت يبقى نقول له الاين تشين كارتيزيان بلان 2 جلوبال كارتيزيان. حطها تاني كنترول في رجع الورك بلان ايه؟ لا ما هو الجلوب مش مشكله. لا هي الفكره هنا صح ما هو كده صح لان الفكره ان احنا لما قطعنا في النص كمان الخطوط الرأسية دي باظت مكان السنتر بتاعها باظ. ايه من اول جديد؟ لا ما هي للاسف هتيجي من اول جديد. يعني للاسف هتيجي من اول جديد. احنا هنختار عند الخط ده هنختار عند الخط ده بالظبط. هيختار لي كل الخطوط اللي هنا وكل الخطوط اللي هنا تمام كده. يعني كده الكومبوننت بتاعي كده باظ؟ طبعا ده طبيعي. يعني اختارها كده ولا اختارها بتكست فايل؟ اختارها كده. تعال نعمل سيلكت ابن نختار كده اصلا. احنا عايزين نختار اللي هي القناه اللي جوه دي. ايه؟ باي بيك يعني مش لازم تعرفوا باي فايل ازاي يعني؟ ما خلاص تمام يعني انتوا هتوه فيها شويه. يعني شويه صغيرين مش كتير يعني. ان انتوا عشان تختاروا مكانها بالظبط. يعني انتوا عايزين تختاروا الخط ده وتختاروا الخط ده. تختاروا الخط ده بدون ما تختاروا حاجه ثانيه. هتلفوا الدورة حواليها شوية يعني مثلا هديكم مثال ازاي بختار الرأس ده. يعني اقول له سيلكت انتز مثلا نقفل ده كده لاين عند اكس مثلا ماشي. الاكس الخطين دول ايه خلينا عند واي مثلا. واي الجزء دوت فين بالظبط؟ يعني هي المسافه دي كده النقطه دي تي تي على الاثنين ناقص تي على اربعه يعني تي على اربعه. هنا النقطه دي بالظبط هنا تي على الاثنين ناقص الكبر جبنا الحته دي على الاثنين ناقص الكبر ماشي. ما بقول لك تي على الاثنين
ناقص الكفر، يبقى انت جبت النقطه دي على الاثنين كمان، يبقى انت جبت هنا. يعني بس اختار من الاول هنا. بص بص المسافه دي كده، المسافه دي كده هنا لهنا ست لسه يا باشا، دي كده كلها على الاثنين، دي كده تي على الاثنين ناقص الكفر، دي تي على الاثنين ناقص الكفر على الاثنين. ماشي كده. احنا عايزين النقطه دي، نختار النقطه دي عشان تختار الخط دي اهو. احنا دلوقتي يا باشمهندس عايزين نختار الخط ده، فنختار النقطه بتاعته دي في النص، هي النقطه دي. اه ماشي. عباره عن ايه؟ عن تي على الاثنين ناقص الكفر اللي هي دي اللي فوق على الاثنين، يبقى احنا جبنا النقطه دي. ماشي. يبقى هنيجي كده يا باشمهندس نقول تي، نفتح قوس تي على الاثنين ناقص الكفر اللي هو كنا قلنا 20 20 على الاثنين، نقول له ابلاك قلت سلكت ثابت. ماشي كده. نقول له قلت سلكت تاني، نختار الراس عند اكس بصفر. يعني ممكن نقول له عند اكس بصفر مثلا، also select عند اكس بصفر اهي. عايزين بقى نشيل الكلام ده كله. ما هو بتاع التقسيم، مش احنا قلنا كل الخطوط اللي هنا عند اكس بصفر صح كده؟ هنعمل ايه بقى يا باشمهندس؟ هنقول له اول حاجه انسلكت بقى، نقعد انسلكت 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 ايه؟ عند من اول المسافه. بص احنا عايزين نختار نختار من اول هنا، شوف من بعد الخط ده على طول لغايه هنا، نشيل كل الخطوط اللي هنا بس بيع على اثنين كمان، ونزود عليها حاجه بسيطه. ما ينفعش بيع على اثنين بس، اصل انت لو بيع على الاثنين هتاخد الخط ده معاك. لا لا بص، بيع على الاثنين يعني عند النقطه دي انا. صح صح، بيع على الاثنين ناقص الكفر. مش عايزين ناخد، مش ناقص الكفر كله، ناقص الكفر ناقص نص الكفر. لا ما هو بيع على الاثنين، بس يعني في عندك حاجات هنا ثانيه. لا في خطوط ثانيه اهي، ممكن بيع على الاثنين زائد حاجه ثانيه. ماشي ماشي. يبقى بيع على الاثنين زائد، يبقى ممكن هنا نقول له ايه؟ ناقص الكفر بيع على الاثنين زائد. ماشي. دي على الاثنين، يبقى احنا كده عند خط السيان ده بالظبط. يعني الاثنين زائد نص الكهرباء. لا مش مشكله، ما هو لا زائد اي رقم، اي رقم يحوي الايبوكس والفايبر. يعني ممكن نقول له زائد 8 من 10 او زائد 1 من 10، المهم ايه؟ زائد زائد نعملهم كلهم. 1 من 10 يعني جبنا الايبوكس ناقص 1 زائد 1 يا سيدي، زائد 1. شيل الاي كده بقى يمسح كل ثواني كده. هو مش خد بالي ما احنا بيع على اثنين بس، هو المفروض بيع على الاثنين و بيع على الاثنين زائد واحد، المفروض من اول هنا لغايه هنا الرينج يعني. الرينج ده كله، بعد كده نقول له من اول سالب بيع على الاثنين لغايه سالب بيع على الاثنين ناقص واحد، تمام كده. نقول له ابلاي اهي عشان الناحيه الثانيه. بعد كده نيجي نقول له في الاكس في الواي بقى، في اتجاه الواي من اول تي على الاثنين لغايه تي على الاثنين زائد بقى حاجات كتيره بقى. ليه؟ لان ايه؟ لا ما انت عندك فيه كمان البلوك ليه؟ يا عم زائد التي هي شغلانه اي رقم كبير. ماشي ابلاي نفس الكلام تحت، سالب تي على الاثنين لغايه سالب تي على الاثنين ابلاك. عايزين نشيل اللي في النص عند واي بصفر، يبقى انسلكت عند واي بصفر. تمام كده. لسه انت مستعجل ليه؟ لا مش كده كمان، اللي عند البليت كمان. تمام كده. فمش مشكله بقى، انتوا بقى تعرفوها ازاي يا باشمهندس بقى نعملها. هاي لوكيشن ابلاي باي بوكس اوكي تاني ابلاي باي بوكس دول تمام كده. نحطهم في كومبوننت بسرعه قبل ما يحصل لهم حاجه. ندلل دول، نقول له اد لاين بيك ستير اب اوكي بيكون اهو
اي 52. طب تعالى بقى نختار الخطوط، الخطوط اللي هي اللاين اللينير اللي هي دي، تعالى برضو نختارها لوحديها نشوف هيختاروا لوحديهم ولا لا. بلس لاين بلس لاين كله كنترول في، تمام كده هو اختار ماشي كده. نحطهم في كومبوننت لعل وعسى تكون باظت برضه. ندلت لاين بيك نقول لهم لونج بار اوكي بيك اوف سيف داتابيز. نيجي بقى الاهم حاجه عندي اللي فات ده كله ما شفنا ازاي بنختار مكان الفايبر، تمام كده، لان باي بيك برضه هتبقى صعبه. لا يا باشا احنا ما اخترناهاش، احنا قسمناها بس. ازاي بقى نحدد مكانها اللي احنا عايزينه؟ بص بقى احنا هناخد الايبوكسي الاول، يبقى هناخد مره ايه عند هنحرك هنا الكارتيزيان بتاعنا هنحطه هنا، نقول له عند اكس ببوينت 1.5 واولسو سيلكت نجيبه هنا مره ونقول له عند اكس بسالب بوينت 1.5، يبقى هو هيختار ايه؟ هيختار المربع ده كله وهيختار المربع ده كله، تمام كده؟ افق انا عايز نقول له اولسو سيلكت عند الافق كده. بس انت هتختار كله كده تحطه في الجنب صح؟ بس انا عايز اختار اللي هو ايه؟ ما هو لما هيختار هيختار لي المربع ده معاه كمان والمربع ده معاه. بعد كده هيختار لي المربع ده معاه والمربع ده معاه. هنعمل له انسلكت ايه؟ ما هو في الاخر انسلكت، يعني احنا هنختارهم وبعد كده نعمل لهم انسلكت في الاخر. احنا في نفس الفايبر. ايه؟ لا هنختار دلوقتي اللي يبقى الفايبر الايبوكس اللي هو جوه، ما هو الايبوكس بعد كده بنحط الفايبر. هو الخط ده جاي كده يعني ولا ايه؟ تحطه في النص. هنعمل دلوقتي تاني للجزء بتاع الايبوكسي تاني. كده. ده الايبوكس. تمام كده؟ واللي بره ده الفايبر، بس نختار له هاشنج تاني مختلف. اهو. اللي هو الخارجي ده. فانا لما اقول له اختار لي لما حرك الكارتيزيان هنا، طبعا انا كل ما هختار حاجه بحرك الكارتيزيان عليه، تمام كده عشان ايه نبقى في الصوره. يبقى انا هحرك هنا واقول له اختار لي عند بوينت 1.5، فهيختار لي ايه؟ هيختار لي الخط ده كله، تمام كده. بعد كده هحركه هنا واقول له اختار لي، فهيختار لي الخط ده كله. بعد كده احركه فوق هنا واقول له اختار لي عند واي بوينت 1.5، فهيختار لي الخط ده كله. يبقى اللي عندي هيختار لي المكان اللي بوكس بالظبط باضافه ايه؟ المربعين دول، المربعات اللي هي الصغيره دي. صح؟ طيب يبقى انا هاجي اعمل ايه بقى كده يا باشمهندس؟ هاجي هنا كده بعد كده هعمل لهم انسلكت بقى، تمام كده؟ سلكت ايفري ثينج سيف داتابيس بلوت فول. من غير ما نشوف اي حاجه احنا هنشتغل وبعد كده ايه؟ نشوف اللي هيحصل. يبقى هنيجي هنا ورك بلان الاين ورك بلان تو جلوبال كارتيزيان. خلاص ابدا احرك بقى الايه الكارت بتاع دوت الورك بلان بتاعي، احركه اول مره هنا عند النقطه دي واقول له خلي لي الكارتيزيان مع الايه مع الورك بلان. يبقى الجلوبال كارتيزيان مع الورك بلان. يبقى هاجي هنا كده اوفست ورك بلان، طبعا ممكن احركه بايديا او ممكن احركه هنا، هحركه اكس بكام؟ دي على الاثنين وصف وصف صح كده؟ ابلوك واقول له خلي لي الاكتف كارتيزيان سيستم عند الورك بلان، واقول له ايه بقى؟ سيلكت انتيتيز الفوليوم اللي عند اكس كام؟ اللي عند اكس بوينت 1.5 صح كده؟ سيلكت بقى ولا فروم اول نركز شويه يا جماعه ماشي، نقول له ابلوك تمام كده. تعال نشوف اختارها. اختار. تعال بقى نحرك ده نرجعه تاني بسالب بي، نرجعه بي كلها طبعا ماشي، بي بس بي بس. لا نركز يا جماعه، وصف ونقول له ابلوك ونقول له خلي لي
الكارتيزيان بتاعي مع الايه الورك بلان، ونقول له هنا اختار لي الايه اولتو بقى سيلكت صح كده عند بكام ساده، نقول له ابلار. تعال نزوم كده نشوف هل اختارهم لوحديهم ولا استهبل فتحه ثانيه. اختارهم لوحديهم. طيب تعال بقى نقول له ايه خليه الورك بلان فوق عند تي على الاثنين، تمام كده؟ نحركه فوق تي على الاثنين، يبقى هو عنده سيكس عند الواي بقى. ماشي ماشي، احنا عايزين نحرك الورك بلان ونقول له خليه الكارتيزيان سيستم عنده، هنقول له عند الصفر عند اكس بصفر ماشي، وواي بتي على الاثنين صح كده؟ زمان اتهلت الفنيات دلوقتي. تي على الاثنين وصفر. تمام كده؟ نقول له ابلاي، نقول له خلي لي لو سمحت الكارتيزيان بتاعي عند الورك بلان. لما تيجي تختار لي بقى نقول له اولسو برضه بس عند ايه؟ عند الواي ببوينت 1.5 صح كده؟ لانه في الموجب نقول له ايه؟ ابلاي. تعالى نزوم كده ونشوف هل اختارها فعلا ولا لا. بالظبط اهو اختارهم، وايه في الزياده اللي احنا قلنا عليها. تعالى نقول بقى انسلكت بقى الحاجات الايه الرتوش اللي فوق دي. طبعا الجلوبال بتاعي موجود عند النقطه دي صح كده؟ فلما اقول له انسلكت الجزء اللي فوق والجزء الشمال دون بس ايه اسيب المربع اللي في النص، يعني ايه هاجي هنا كده واقول له انسلكت. انسلكت ايه بقى؟ عند بوينت 1.5 زائد اللي هو بوينت 5.5، يعني عايز اشيل الجزء اللي فوق اللي هو بوينت 5.5. فلما اقول له ابلاي شال الجزء اللي فوق، وانا هنا اقول له انسلكت هو بالموجب ولا بالسالب؟ بالسالب. بالسالب لانه الناحيه دي برضه بوينت 1.5 بس اكس صح كده؟ اقول له ابلاي انا اسف بالسالب. كويس ان احنا مش ايه مش ضيعنا. تعالى بقى نوديه الناحيه الثانيه، هو فين الجلوبال من غير ما نشوف؟ هنقول له خليه لي يا عم عند الجلوبال كارتيزيان دوت اللي هو الورك بلان، بعد كده حركه لي في اتجاه الاكس بتي على الاثنين صح كده؟ تي على الاثنين وصفر او صفر وصفر. هو دلوقتي هيتحرك فين يا باشمهندسين؟ هيتحرك هنا تي على الاثنين. لا عشان كده احنا نتاكد، يبقى نقول له ما هو هنقول له الله ينور كبلان تو جلوبال كارتيزيان، يعني نيجي هنا لا ما انا حركته في اتجاه الاكس ودي ماشي، ما انا عايزه في اتجاه الاكس قد ايه؟ مش بي على الاثنين. بي على الاثنين اسف، بي على الاثنين وصفر. وصفر ماشي يا عم. لا تسلم. وهنيجي هنا نقول له ايه انسلكت. انسلكت قد ايه؟ نحرك الاول نقول له ما ننساش، نقول له خليها ايه الكارتيزيان عند الورك بلان. لا مش مشكله، مش مشكله، بس اهم حاجه يبقى على الخط بتاعنا. يعني هو دلوقتي هو دلوقتي موجود فين؟ موجود على الخط ده تمام كده؟ فاقول له شيل الجزء اللي هو عند بوينت 1.55 انسلكت اللي هو بس بالموجب بقى تمام كده، ونقول له افضل تمام كده يا باشمهندسين. بس ده كده سيف الكلام بتاعنا، نقول له خلوا لي الكومبوننت. في حاجه بقى ثانيه، لا الايبوكس، لا الايبوكس، لا ايفريثينج ايه؟ لا ما انا كنت سيف كنت ارجع ثاني عادي، يعني هنقول له اد فوليوم بيت ده ايبوكس او ريزن ماشي كده، نقول له اوكي بيك اور. نسيف الكلام بتاعنا كده تاني، عايزين بقى نختار ايه؟ الفايبر. الفايبر بقى انا هختار الجزء اللي هنا ده تمام، واختار الجزء ده، يبقى انا كده ايه؟ لا ما هو انا عايز اخلي دول ودول يبقى في كومبوننت، واللي جوه ده في كومبوننت لوحده. او يعني هو المربع دوت اللي مشترك معايا في الاثنين، يا اخده مع ده يا اخده مع ده، مش ده اللي هيفرق معايا بقى، يعني الصغير دوت مش هو اللي هيأثر معايا في المربع ماشي، فعايز اخده مع اللي فوق ماشي مش مشكله، عايز اخده مع اللي تحت برضه مش مشكله تمام كده. يبقى هنيجي هنا يا باشمهندسين
بقول لك بلوت فوليوم سيلكت ايفريثينج سيف. تعالى هنيجي نقول له برضو ورك بلان الاين عشان برضو ما تلخبطش واعرف يعني ايه انا اكون نفسي فين انا مكاني فين. اقول له الاين ورك بلان تو جلوبال وبرضو تشينج اكتف بارتيزن سيستم تو ورك بلان او تو جلوب. كده كله رجع لاصله سيف ده تاني. كده كله رجع لايه؟ لاصله. نيجي نبدا نحرك بقى ايه الاكس. يبقى احنا هنيجي نعمل هنا هنحرك برضو الجلوبال ممكن على فكره لو حركناه هنا واخترنا عند بوينت 5 5 برضه مفيش مشكله. بس اهم حاجه لما اجي اختار ما يكونش رقم كبير والرقم 10 صغير جدا. تمام كده؟ لما هاجي هنا كده نقول له ايه؟ ورك بلان اوف ورك بلان عندك اي على الاثنين وممكن احركه فوق كمان. عادي يعني ممكن احركه فوق كمان اقول له و تي على الاثنين في الواي وصفر. هو اثنين في عند النقطه اللي فوق دي اللي هي النقطه دي هي النقطه دي. تمام كده. فانا في الحاله دي ممكن اقول له ايه اختار لي عند بوينت 5 5 في اتجاه الواي هيختار لي ده كله. مش هقول احركه فوق مش مش عادي عادي مش مشكله يعني انت قصدك تحط حركه هنا بس انا بقول لك دلوقتي بقى يعني ايه ان اهم حاجه لما اجي اختار ما اقولوش اختار لي عند واي بتساوي 50.3 او 50.3 الرقم الصغير ده هو مش هيفهم. لكن لو قلت له مثلا بوينت 3 مره واحده بوينت 5 بوينت 6 هيعرف يعرف يتعامل معاه. يعني هنا لما اقول له اختار لي عند بوينت 5 5 هيختار لي بالظبط هو الايه اللي في النص. لكن لو كنت سبته هنا وقلت له اختار لي عند مثلا كان كام 200 يعني 100 يعني 100.3 برضه هو لو هنا 50 100.55 تمام كده ممكن يطلع خلاص كده. فهنيجي هنا كده باشمهندسين وهنيجي نقول له ايه تشينج كارتيزيان اكتف عند الورك بلان صح كده. بعد كده نقول له ايه اختار لي الفوليوم باي لوكيشن اللي عند الواي اللي بكام 0.55 وقول له فلوب اول نتاكد ابلاي. تعالى نشوفه كده تمام. تعالى نزوم كمان شويه. خلي بالنا احنا لما بنتكه كده بيجيب لنا الواير فريم بتاع الشكل بتاعنا نعرف منه هل احنا اخترنا اللي فوق ولا اللي تحت صح كده. نيجي نحطه بقى في كومبوننت لوحده سيلكت كومبوننت نقول له مثلا ده كده الفوليوم اللي هو ايه ممكن نسميه مثلا ابر اف ار بي ابر مثلا اوكي بيكو. نسيف الكلام بتاعه. عايزين بقى نختار الايه؟ اختيار اكس تمام كده. هنيجي الاول الاخطر لا ما احنا دلوقتي احنا واقفين صح لا واقفين احنا واقفين هنا يا باشمهندس دلوقتي واقفين عند النقطه دي فممكن نقول له اختار لي ايه اختار لي عند اكس وبوينت 5 5 هيروح مختار لي ده كله ماشي. طبعا احنا مش عايزين نختار ده كله احنا عايزين نختار ده كله ما عدا المربع اللي فوق بس. وبعد كده نحركه هناك نختار كله وبعد كده نبقى نشيل المربع اللي فوق خلاص. يبقى احنا هنيجي هنا كده هنقول له ايه بلوت فوليوم هنيجي هنقول له سيلكت برضه فروم اول عند اكس بقى المره دي بوينت 5 5 تمام. هنقول له ابلاي نتاكد ان هو ايه هي دي هي. بعد كده نحرك الايه الورك بلان الناحيه الثانيه بسالب تي بسالب بي اسف هو دلوقتي هنا هو هنا دلوقتي عند النقطه دي نحركه نرجعه تاني عند سالب البي هيجي عند النقطه دي. يبقى هنيجي هنا كده يا باشمهندسين هنقول له ورك بلان اوف ورك بلان هنا هنقول له سالب البي وصفر وصفر تمام كده. ونقول له خليه الكارتيزيان بتاعي مع الورك بلان تمام. بعد كده نقول له ايه اولسو سيلكت اولسو سيلكت عند سالب 5 وايه هو هنا دلوقتي اختار ايه؟ اختار ده كله واختار ده كله. انا عايز اقول له شيل الجزء اللي فوق بقول له ان سيلكت عند واي بكام؟ هنا ده برضه بوينت 5 5
هو هنا صح كده اكس او الناحيه الثانيه هو هنا اكس واي وزد عمود اقول له انسلكت عند واي بوينت 5 5 هيشيل لي المربع ده والناحيه الثانيه هاجي هنا كده وهو هنا اقول له انسلكت عند واي بوينت 5 5 اقول له ابلاي تعال نشوف هل شالها ولا لا هو المفروض يبقى فيه كم مربع هنا مربع صغير بس اللي موجود صح اهو مربع صغير بس نيجي هنا نقول له سيلكت كومبوننت نقول له دوت عباره عن الفوليوم اللي بيت اف ار بي اللي هو ايه سايت اوكي بيكو موضوع بس جدا وسهل جدا احنا لو خدها 55 مش هيحسب لي اللي هو لما شلها انسلت لما المربع الصغير اللي حسيت وقفنا في المربع هو كان واقف في مكانه بص يعني كان واقف هنا ماشي كده اكس وكده واي وزد عمود على البلاك ماشي فانا قلت له شل لي واي عند بوينت 55 اللي هي عند السنتر الفوليوم ده فشل لي دي تمام مش مشلها بقى مش هشيل الثانيه اللي فوقها يعني هو لا هو ما كانش مختار احنا هو كان مختار الفوليوم ده بس ماشي ده كان مختار ده واحنا عايزين نشيل الجزء اللي فوق بس تمام كده طب الاف ال ار بي هنا تنفع على لايرز كذا لاير ممكن مثلا بدل طبقه واحده طبقه هو في حاجه اسمها ليرد اليمنت ان هي ماتيريال واحده وانت توصفها كذا لير يعني هي ماتيريال واحده هترسم اريا بقى ترسم اريا كانها اريا خلاص كده اريا اليمنت تختارها وتقول له خلي الاريا دي ليها مثلا تخان نص ملي الاولانيين ايبوكس النص ملي التانيين فايبر في الاتجاه ده النص ملي التالتين ايبوكس النص ملي اللي بعديهم فايبر في الاتجاه العمودي عليه مثلا دي في حاجه اسمها ليرد اليمنت هنا خلاص كده في اليمنت اسمه 185 اللي احنا هنوصف بيه الفايبر في اوبشن ان انت تخليه حاجه اسمها ليرد اليمنت ده لو انت هتعملها لو هتعمل الليرد دي سوليد لكن لو هتعملها اريا تقريبا ليها توصيف تاني بس انا مش هقول الليرد دلوقتي انا ممكن ابقى اجيب لكم فيديو جاهز فيه خلاص كده بس انا ما جربتهاش صراحه ان هو الليرد اليمنت ما شفتش الدقه بتاعتها هي دي حلاوتها ان انت بتظهر لو في مثلا انبوندنج للايبوكسي ديبوندنج يعني لو في الايبوكسي اتشال من على الخرسانه بيظهر في الموديلنج اللي بالطريقه دي خلاص اما بالطريقه الثانيه مش عارف يظهر ولا تمام يعني افرض مثلا كان عندنا مثلا ايه واقول لك خليها في الفيديو اللي انا كنت شارحه احسن لان دي هتبقى صعبه شويه تعالى بقى ايه احنا كده خلصنا الايه تعالى نوصف الماتيريال بتاعتنا هو احنا هنا في ال سيلكت ايفري ثينج خلاص فوليوم نسيب الكلام بتاعنا هنيجي هنا نقول له ايه ال elements اد element هو بياخد 185 لو جينا في الاوبشن هنا في حاجه اسمها layer construction هو هنا structure solid ده اللي احنا هنشتغل عليه في حاجه اسمها layer solid ديت لو احنا ايه لو احنا هنوصفه بالطريقه اللي انا قلت لك عليها خلاص كده الالمنت ده شامل البوكسي والاف ار بي ايه والسيكلس الالمنت ده 155 البوكسي والاف ار بي لا البوكسي بس الفايبر بس البوكسي هياخد نفس خصائص الخرسانه ماشي كده طيب هنيجي بعد كده على الماتيريال كونستانت ما لهمش ريال كونستانت هنيجي على الماتيريال بروبرتيز ماتيريال موديل نضيف مثلا ماتيريال نيو موديل وليكن مثلا هنختار الايبوكسي الايبوكسي هنسميه مثلا اي رقم وليكن 10 التركه اي رقم اشمعنى عشان الحديد هو الحديد عندك فيه 100 ده الماتيريال دوت ال 100 ديت اللي هي الايه البليت ماشي نيجي هنا كده استراكشرال لينير ده الايبوكسي احنا قلنا مره الاستيك ومره ان الاستيك الالاستيك بتاعنا ايزوتروبيك بس مش هنحط الكونكريت يعني هو في الخرسانه بنحط لينير ونون لينير وكونكريت
ثلاث حاجات مش هحط الكونكريت لان هو الايبوكسي عامه لما بيجي من المصنع بيديك ثلاث معلومات. المعلومه الاولانيه الماكسيمم اورنجيشن عن الفيليا, وثاني معلومه اللي هو الالتيميت تنسايل سترينث اقصى جهاد شديد يقدر يستحمله. المعلومه الثالثه المدرس اوف اسيست نتيجه الايه التنسايل سترينث يعني. يعني ثلاث معلومات دول احنا ندخلهم ماشي. يعني اول حاجه ندخل الاي اكس بتاعتنا, هو كانت مديها لي مثلا في الشيت عندي ب 4500 نيوتن ايه ديت اللي هو المدرس اوف اسيست ساعات بيقول لنا ديت 4.5 جيجا باسكال. ما هو الجيجا باسكال الجيجا باسكال بيساوي 1000 ميجا باسكال تمام كده. دي 4.5 جيجا باسكال. الباسون ريشيو بتاعتها وليكن 2.3 نحط تك اوكي. دي كده اللي هي الايه الالاستيك. نيجي هنا النون لينير الالاستيك ريت اندبندنت ايزوتروبيك هاردنينج مايس الاستيسيتي مالتي لينير. هي هنحط نقطتين بس اللي هم اول نقطه هو اصلا الكيرف بتاعنا. لو احنا شفنا الكيرف بتاعنا في الايبوكسي هو ماده يعتبر بريتل تمام كده. فهي ماده كده ومره واحده بتنهار ماده ناشفه خلاص كده. فهي ديت الايه ده الكيرف بتاعنا بس. فهو صفر وصفر احنا مش بنحطها, احنا بنحط الايه النقطه الثانيه. النقطه الثانيه اللي هو الايه الاسترين الفيلير الاسترين عند الفيلير اللي هو اسمه ماكسيمم اورنجيشن والاستريس عند الفيلير اللي هو التيميت تنسايل سترينث. هنيجي هنا كده ونيجي نقول له ايه ضيف لي الاسترين اللي هو 9. هو كان مديه لي برده في الشيت اللي هو عندي 9.10% يعني 0.009 والاستريس كان بيقول لي 44.5 نيوتن على مليمتر تربيع 40.5 مش ده ماكسيمم ده المفروض هو المفروض تمام كده شغال ميلي ونيوتن. يعني هو المفروض ده كده يعني مثلا 45 ماشي دوت اللي هو ايه الميل بتاع الاي اكس وال بتاع. يعني لو جينا قسمنا لا هو صح كده 40.5 40.5 احنا لو جينا قسمنا ال 40.5 على 0.9 اديني 4500 ماشي وتك اوكي. كده خلصنا الايه تعال بقى نحط الماتيريال اللي هي الفايبر نيو موديل ولا انت ممكن نسميها مثلا كام 1000 فور دي ولا عشان ايه نسميها رقم كده مش عارف بس يعني ايه ازود ايه نسميها 185 185 مش هزعلك والله يا باشمهندس 185 اوكي. الماده بتاعت الفايبر بتبقى اورثوتروبيك. يعني ايه اورثوتروبيك؟ يعني ليها خصائص في اتجاه مختلفه عن الاتجاه الثاني. فهنيجي هنا وهي لينير بس يعني هو المفروض ليها مالتي لينير بس احنا عامه غالبا الفايبر ما بينهارش قبل ما انهيار الخلاصات. فاحنا ضامنين ان الفايبر الاجهاد بتاعنا واقع على الخط ده قبل ما يحصل له فيلير. يعني الاجهاد بتاعنا طبعا دوت الاسترين ده كده الاستريس هو الاستريس سترين كيرف بتاعه شبه ده بالظبط كده تمام كده. فاحنا عندنا من اول هنا النقطه دي لغايه النقطه ده النقطه دي ده الاجهاد بتاعنا ودوت الميل اللي هو المدرس اوف اسيست. احنا ضامنين ان الفايبر تقريبا هيقع في المنطقه دي قبل من الخلصانه حتى لو وصلت خلصانه الانهيار احنا لسه برضه في منطقه الايه الاسيست بتاعنا تمام كده. فهنيجي هنا هنسميها ماده لينير الاستيك اورثوتروبيك. اورثوتروبيك في اي اكس المدرس اوف اسيست في اتجاه اكس وفي اتجاه واي واتجاه زد. اللي في اتجاه اكس دي اللي هو اتجاه الفايبر. اتجاه واي واتجاه زد اللي هو المدرس اوف اسيست بتاع الايبوكس. يعني هنعتبر ان الفايبر مش شغال معايا في الاتجاه الثاني خلاص كده. فعلا الشيت لو انت مسكته هو بالذات اليوني دايركشنال. يعني في عندنا في فايبر يوني دايركشنال اتجاه الفايبر في اتجاه واحد. في فايبر متخيط اكنه شغال في الاتجاهين زي القماشه بالظبط زي الشبكه كده. هو في فايبر بيتصنع بحيث ان هو يشتغل في الاتجاهين خلاص. في الحاله دي هيبقى في اي اكس واي واي زي بعضهم. لا احنا هنا غالبا بنشتغل على اليوني دايركشن اللي هو اتجاه واحد بس. فهنيجي هنا هقول له الاي اكس بتاعتنا هي الاي اكس اللي هو مديها لي في البامفلت بتاع المصنع. فهو غالبا بيبقى هو مديها لي كان برضو رقم كبير 28 جيجا باسكال يعني 2800 ميجا باسكال اللي هو نيوتن على متر تربيع. والاي اكس بتاعتنا بتاعت اي واي واي زد اللي هو
بتاعت الاي بوكس الاي بوكس يعني لا 28000 من 28 جيجا بس كده تمام اللي اخترنا اكس بس شنو شغال فيها يعني انت لو حطيت اي رقم غير كده يعني لو حطيت الاي اكس هنا وحطيت الاي واي هنا يقول لك لا ما ينفعش الاي اكس لازم هو يبقى كبير خلاص كده بقى اخد من الشيت اي اكس بالظبط كده من الاي بوكس من الاي بوكس تمام كده هو صراحه دي طريقه مبسطه جدا في طريقه كده دقيقه لحساب الاي اكس والاي واي والاي زد للايبوكسي مع الفايبر لما يتركزوا مع بعضهم بيتحولوا لماده ثانيه تمام كده يعني هما بيتحولوا لماده ثانيه يعني ايه ما بنحطش خصائص الاي اكس بالظبط كمان المفروض بتقلل سنه بسيطه بس دي ايه طريقه مبسطه كده لحساب الاي اكس لا برضه نفس الكلام لا الطريقه الثانيه لا ما هو بص ولا حاجه انت في الطبيعه لما بتيجي تلزق الفايبر على الخرسانه بتدهن الايبوكسي الاول ماشي بعد كده تيجي تلزق عليها الفايبر وتقعد تضغط على الفايبر لغايه ما تحس ان الفايبر اتشبع بالايبوكسي بقى في عندك طبقه ايبوكسي في الاول بعد كده طبقه ايبوكسي بفايبر لان الفايبر بقى متشبع بالايبوكسي مش فايبر بس ماشي طيب الباسوليشن برضه هنفترض بوينت 3 تقريبا هو كان في ناس حاطه بوينت 4 يعني هنا حاطه في ناس حاطه هنا بوينت 4 وهنا بوينت 3 وهنا بوينت 4 خلاص او كله بوينت 3 الشيء المدرس بتاعنا القانون بتاعنا اللي هو عباره عن ايه اي على 2 في 1 زائد النيو النيو ديت اللي هي الباسوليشن يعني هنا الجي اكس هنا المفروض هتبقى جي اكس واي وجي اكس زد هناخد تاثير جي اكس معانا يعني هنا القانون بتاعنا هيبقى عباره عن ايه بيساوي او هو عباره عن ايه اللي هو 2800 اكتب ماشي على 2 في افتح قوس 1 زائد اللي هو 4 من 10 تمام كده اللي هو تقريبا ب 10000 خلاص ماشي مش هنسيب نفس الكلام هنحطه هنا اللي هي 10000 هنا الرقم ايه هيبقى مختلف شويه هيبقى هنا ايه الرقم ده كده اللي هو 4500 على 2 في 1 زائد النيو بتاعتنا اللي هي ب 3 من 10 تمام كده يبقى جي اكس واي وجي اكس زد بنجيبهم من الاي اكس الجي واي زد بنجيبها من ايه من الباسوليشن ونتك اوكي كده خلصنا الماتيريال بتاعه السايب طيب اللي هو في الشكل مديك اصلا رقم الاي واي وزد خلاص حطها زي ما هي بس استحاله ازاي اعملها كده لا والله انا في شيت ولا في بيبر لا انا بقول لك الشيت اللي انت هتجيبيه من المصنع لو انت هتشتغلي عملي مش بيديك الا الداتا دي هو تيجي حاسبها وحاططها تمام كده نسيف الكلام بتاعنا احنا عايزين كمان نعمل كومبوننت للفوليوم بتاعت ال ازاي سهله بطريقه سهله جدا اللي هي بتاع الفوليوم بتاعت الكاميرا نفسها عايزين نعملها كومبوننت لوحدها خلاص غير البليت والليفر بالظبط نعمل ايه بقى بس برضو انا خايف لا يختار في الايبوكس حاجه طب ما يختار بقى الاثنين طب تعمل ان سيلكت من الكومبوننت بالظبط كده نختار ان سيلكت من يبقى هنيجي هنا كده يبقى سيلكت انتيتيز الفوليوم باي لوكيشن مثلا عند اكس بي على الاثنين و سالب بي على الاثنين نقول له فروم هوم ابلاي وبعد كده نقول له اول تو سيلكت من عند واي بي تي على الاثنين وسالب تي على الاثنين كله ابلاي مكرتزيان يا جماعه اللاين تشينج كارتيزيان تو جلوبال كارتيزيان نقول له فروم اول ابلاي اولسو سيلكت عند اكس في كده بي ابلاي تمام كده برضه ما شالش بتاع الفوق مش مشكله ما احنا بقى خلصنا غيرنا البتاع
يا سيدي اوركب انا هو الله ينور كبان تقدر كارتيز هيستهبل برضه from all the x by location يعني البي على الاثنين والسالب بي على الاثنين بعد كده الواي also select او ريسلكت يا باشمهندس ريسلكت صح كده نقول تي على الاثنين نقول ابلوك تمام كده وعشان نضمن برضو ان هنا مفيش بوكس ولا اي حاجه احنا ممكن نتاكد بالزوم بس عشان نتاكد نقول ايه نيجي هنا كده ونقول له كده فين الفايبر الفايبر ده والفايبر ده وكمان الريزن نقول له ايه فين انسلكت لو انسلكت تمام كده دي بنحطهم في كومبوننت بقى فوليوم فايبك ده كده اللي هو ايه البيم ذات نفسها تك اوكي بيكون طبعا لو عايزين البليت ممكن نقول له سيلكت ابن سينك بعد كده نجي على دول وده نقول له سيلكت ايه ده؟ تمام كده هو عامة اللي فوق بس اللي يهمني لان انا هشتغل ستاتيك مش هشتغل دايناميك مش هشتغل ايه زي المره اللي فاتت يعني انا هشتغل حمل من فوق بس ايه مش مشكله بقى عشان نختار دول من يسرهم كلهم عنده انسلكت ايه عشان اختار دول بس اللي هم اللي بتدي هو عامل انسلكت لكله انسلكت لكل الفوليوم ماشي بعد كده نحطه هنا الفوليوم مش عارف باي بيك نسميه مثلا بلاي نسميه اوكي بيك سيلكت ايفري ثينج عايزين نعمل ميشنج بقى يا باشمهندس ميرجي بعد المش عشان بنقول ميرجي نود بس انا عايز اعمل ميرجي نود للفوليوم بس بتاعت الخرسانه يعمل ميرجي كمان للبوكسي والفرق ايه الخرسانه والبليت ماشي مفيش مشكله تمام سيف طيب عايزين الخطر بعد كده نقول نعمل مش في خطوه ثانيه مش نسينا نسيت اقول عليها اللي هو ازاي نكاريت اتجاه واحنا بنعمل مشنج هقول مثال احنا قلنا عايزين نخلي الاكس للفايبر في الاتجاه ده الاكس الطبيعي فين كده ده احنا عايزين نخلي الاكس للفايبر في الاتجاه ده والواي عمودي عليه والواي عمود عليه في نفس البلان والزد عمود على البلان خلاص كده هنا عايزين نخلي الاكس في الاتجاه ده نفس الاتجاه بس الواي في نفس البلان عمودي عليه والزد عمودي على البلان الطبيعي ان الاكس كده والواي كده والزد كده خلاص يعني احنا لما هنيجي نعمل ميشنج تعال نختار نعمل ميشنج الاول خطوه الميشنج بنعمل ايه مش طول اول حاجه بنقطع الخطوط كلها بتقول خضر مثلا 20 وكانت 20 ولا 25 20 تمام كده ونسيف الكلام بتاعه كده الخطوه اللي بعد كده ان احنا الايه بنختار من الجلوبال بتاعنا هنا كده الايه الاليمنت اسمه ايه الماتيريال نمبر والريال كونستانت في حاجه هنا اسمها الايه اليمنت كوردينت الصفر دوت اللي هو عباره عن ايه اللي هو اكس واي زد بتاعه الجلوب خلاص كده لكن لو احنا مثلا بنعمل ميشنج للفايبر اللي هو في الجناب عايزين نختار كوردينيت سيستم مختلف فنكريت واحد جديد نكريت واحد جديد ازاي يعني نكريت واحد بحيث ان الاكس بتاعتنا تبقى كده والواي كده والزد عمود عليه ازاي بقى يا باشمهندسين الخطوات هنقولها دلوقتي هنقول مثلا سيلكت اي فوليوم مش مشكله اي فوليوم باي بيك يعني بنعمل له جلوبال كارتيزيان لوحده يعني مثلا غير الاصلي غير الموجود بالظبط كده نختار ده عشان بس ايه نعرف نشتغل عليه بس ده عشان نعرف نشتغل عليه تمام كده هنيجي نعمل ايه بقى هنقول له ورك بلان كريت لوكال كوردينيت سيستم كريت اعمل لي واحد جديد عن طريق ثلاث نقط ثلاثة كي بوينت ماشي كده اول حاجه احنا عايزين نخلي الاكس في الاتجاه ده وواي عمودي عليها في نفس البلان وزد عمودي على البلان يبقى لو قلت له مثلا كده 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 احنا عملنا اكس
النقطتين دول. احنا طبعا ايه واي. ننزل تحت واي هو بكره الزد عمود عليه لوحده. طبعا الواي كده اتعمل لتحت. افرض مثلا عايز اعمل الواي لفوق يبقى هنا كده كده تاني باي 3 كي بوينت كده كده لا يبقى تحصل كده اكس وكده واي فوق. هو كده تزيد عمود عليهم وهيسميه 11. هو ما ينفعش نسميه واحد، هو 11 22 33 وهكذا يفضل يعني. يبقى احنا نسمي ده 11 دوت اللي هو الايه تايب اوف كوردينيت سيستم كارتيزيان. تمام كده نسميه اوكي. يبقى احنا كده سمينا ايه اكس واي وزد عمود عليه. عايزين بقى نعمل اكس واي مايل نايم كده وزد عمود عليه عشان دي بدل فايبر الايه اللي فوق. يبقى نيجي هنا كده لوكال كوردينيت سيستم باي 3 كي بوينت برضه اهو مثلا ده اكس اكس اهو واي نايم اهو وزد عمود عليه مثلا 22 متك اوكي بس كده سيلكت بيزك. لما اجي بقى هنا اختار وانا بعمل هنا هلاقي في عندي هنا في 1 11 22 تمام. يبقى تعالى بقى اول حاجه نعمل ميشنج لحاجه حاجه. تعالى اول حاجه نعمل الكنات. يبقى هنيجي هنا نختار سيلكت كومبوننت للستيرب. اين الستيرب؟ معلم عليه. لا الستيرب ماشي اختارها نقول له هنا صوره 180 لينك 180 280 8 نقول له اوكي لاين مش دوكو خلص الكنات. نيجي بعد كده نقول له كومبوننت اللونجيتودينال بار نختار هنا جلوبال 180 360 10 نختار اوكي نقول له ايه مش بيكو. تمام كده قوم سايف الكلام بتاعنا. تعالى بعد كده خطوه اللي هي ايه نقول له اختار الفوليوم بتاع البيم ذات نفسه ولا نختار السبورتات سهله شويه. البليتس فين؟ فين البليتس؟ تحت تحت نختار البليتس ونقول له هنا دي 185 هنا دوت 100 صح كده 25 نتك اوكي. بعد كده فوليوم هيكسا سويب سويب بيكو تمام كده. بعد كده نختار الفوليوم بتاعت البيم ماشي نختار الفوليوم بتاعت البيم اهي ونقول له هنا 65 25 25 تك اوكي. بعد كده هيكسا سويب سويب بيكو كده سايف الكلام بتاعنا. ونيجي هنا نقول له ايه اعمل لي والله نمبرين كنترول ميرج ايتم نوت قبل ما نقسم اي حاجه قبل ما نقسم نعمل الفايبر نيجي بقى للفايبر او الايبوكس الاول اللي هو الريزن نختاره. بعد كده نيجي هنا الريزن قلنا زي الخرسانه بس احنا مدينا هنا ايه 10 10 صح 10 ونسيب له 25 ديت كده مش مشكله. بعد كده نقول له 10 ولا 100؟ لا ال 100 ديت اللي هي الدريت تاني احنا قلنا 10 الريزن و 185 ال سويب تيك اوفر. طبعا هنا في ايه حابب اقول لك ان التخانه بتاعته صغيره جدا يعني انت يعني كابينج وان ايريا مش متر انذر ذا
فيد نسوي مش عارف ايه كوماند اس ابن ايه مش مشكلة تعال بس نسوي كده ده الريزن تعمله تمام كده تعال نختار بعد كده الفايبر الابر الفايبر الابر كان الكورتيزن سيستم بتاعنا اللي هو 2-2 تمام كده هنيجي هنا كده نختارناه الاول الابر بعد كده هنا الجوبر هنا بقى 185 ال 185 هنا اي 25 بس هنا نختار 2 نقول له اوكي نختار هنا سويب بيكو and here occurred the unit swim function change in sliding parameter or misses area manually مش مشكلة طبعا برضو بيقول لنا ان الفيلم صغيرة جدا بس اهم حاجة تكون تعمل لها مش اهي البوز اللي فوق ده ماشي احنا ممكن هنا نقول له ايه سيمبل نمبرينج كولر ماتيريال هي الالوان دي تمام كده طب هنيجي بعد كده نقول له السايت نيجي هنا نقول له ايه نفس الكلام بس هنا ايه 11 هنا سويب بيكو تعالوا يا باشمهندسين بس كده انا سايف الكلام بتاعه الموضوع سهل جدا وبسيط ما هو عشان نفس الماتيريال هو احنا دلوقتي عاملينه عن طريق الماتيريال خلاص يعني احنا ربنا هنا قلنا له مثلا نمبرنج في هل في كارتيزيان كارتيزيان سيستم نمبر مش لا نمبر هو عن طريق الايه؟ الماتيريال تمام طيب ده كده خلصنا عايزين نعمل خطر بعد كده اللي احنا نعمل باوندري كونديشن ونحط الاحمال ونعمل بقى تمام كده هل لو انا عملت ميرج ايتم هيعمل حاجه هتبوظ الدنيا ولا ما تبوظش الدنيا هل مش مشكله حتى لو بوظ احنا مش هنعمل حاجه تانية خلاص نقطع نفسنا عايزين بقى نحط السبورتات هنيجي هنا كده مش مهندسين نسيف يلا زي ما يكون لود ديفاين لود ابلاي ستراكشر سبيسمنت اون نود بوكس نختار النود دي نتكا اوكي نقول هو دي فيو فري ايه عادي مش مشكله مش هتفرق كتير عايز تخليها تصيرها من غير ما تمسك لا لا مش كده اصل انت برضو انت المفروض انت بتمسك الكاميرا دي عشان تعملها خلاص مش مشكله هنقول له كده ريزيوم نقول له كده سيلكت سيلكت انتر كومبوننت البيم اوكي سيلكت ايفريثينج تحت الفوليوم بس كده يا سيدي اهو كده اختار الايه؟ اختار الخرسانه بس اون مود اوبس اوكي اوبس اوكي اوكي نسيف الكلام بتاعنا نقول له سيلكت ايفريثينج عايزين بقى نحط احمال ممكن نحط ديسبيسمنت برضه بدل احمال ستراكشرال ديسبيسمنت اون اون نودز برضه مش مشكله بوكس اوكي خليها في اتجاه ايه بقى الواي صح بس بالسالب تمام كده خليها مثلا سالب 2 سم خليها 5 سم تمام متكة اوكي 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 بسم الله الرحمن الرحيم 5 سم كتير ولا قليل كم 30 تمام كده ونسيب الكلام بتاعنا نيجي الخطوه اللي بعد كده اللي هي ايه؟ السولوشن بقى اناليسيس طبعا ستاتيك تمام كده سولوشن كنترول نخليها هنا مثلا ماشي 30
نمبر سيرفر طبعا هنا المفروض احط تايم مش بنفس قيمه الديفليكشن مش لازم يعني ممكن احط نفس قيمه الحمل عادي 50 يعني لا ده بس رسم 30 انت لما هتيجي ترسم كيرف ما بين ايه وايه لود ما لود بس تفين اللود اللي هنا اللي هو الرياكشن بقى يعني يعني احنا مثلا كده باش نسيم معلش احنا هنيجي هنا سولوشن كنترول هنيجي هنا فاين نود ديليت نعمل ديليت فراكشرال ديسبيسمنت اون نود احنا عايزين نحطها عند نود واحد عايزين نحطها عند نود واحد اي واحدة بقى في النص يعني مثلا وليكن النقطة دي تمام كده والنوت اللي هي النقطة دي لا مش تليت أبلار structured placement النوت النوت دي واي بسالة 30 عشان لما اجي احسب الاكشن عند النقطة دي يبقى الاكشن عند النقطة دي هو الحمل اكنه الحمل المكافئ للدسبليسمنت طبعا مش قلت النقطه اللي في النص هي يعني نص الكاميرا بالظبط هي دي نص الكاميرا الخط ده نص الكاميرا بالظبط تمام كده هنا بقى قبليها بشويه مش هيفرق قوي بس يفضل يبقى في نص البريت يعني سيب هنيجي هنا بقى في السوليوشن اسم السوليوشن كنترول ماشي خليها 30 نمبر اوف سب ستيب مثلا نخليها خليها كبيره شويه ماكسيمم نمبر 70 مينيمم ماشي سوليوشن افري سب ستيب سوليوشن افري سب ستيب مالينيوم نيجي هنا كده ديليت يا سيدي البليس خليها سبيسمنت 5 لو طول عن 7 فاليو تمام بيزك 30 احنا قلنا هنا كام؟ نيجي بعد كده نقول له ايه؟ سلكت ايفري ثينج اهم حاجه بعد كده صول قررت الاس اوكي شيب فاليو مش عارف ايه شوت سوي كمان جيب ان شاء الله هو يبدا يحج بس ان شاء الله وفيها ممكن بقى يهلا عند لا انت تكبر المشي شوي مش خليه عنده سيف كل الداتا بس يعني انا عايز اطمن ان هو شغال بعد كده ما هو لسه ده اول واحد محتاج الصغير لازم يخسر انت عم تعمل ستيب ستاتيك بس يعني ما هي ستاتيك بس انت لسه اول طيب واحد يدخل في اثنين بس ثلاثة بعد كده وقف انت والله
نوقف طيب شوية. هو الايرور دوت هيوقف لنا الحل خالص اذا كده في مشكلة. هو خلاص كده هو انهار في الاول في اول تحميل هو في مشكلة السنة اللي ظهرت انا هوقفه بعد كده انت طيب ده 1.3 ده 1.3 ده يعرف هو كده وقف اصلا 1.3 يعني لو جينا هنا كده ونرجع هنا بص بروسيسنج جديد ريزلت باي بيك نشوف بس الانهيار فين الوقت نشوف المشكله اشمعنى بقى بيعمل كده؟ ايه؟ اللي هو حصل البوكس دوت بص هتلاقي ان الفايبر يتشال من الايبوكسي الدبون المفروض الدبون ده يحصل في الدبون ده بيحصل اهي بصوا ده ساب الايبوكسي بتاع الفوق او اتحرك ده اسمه ايه ده بقى؟ هو زي ديبوندنج بس المفروض ديبوندنج يبقى ما بين الايبوكسي والخلاصات ما يبقاش بين الايبوكسي مش ماده لازقه ايه؟ هنا الايبوكسي ماده تلزق الفايبر عشان ما تطلعش يعني ما تطلعش منها هو متحرك بيها فعلا متحرك بيها الايبوكسي متحرك مع كانه ماسك نقطه من هنا ونقطه من هنا وهو مش كده اكن الايبوكسي هو اللي مهرج تمام كده فاحنا كنا نمسك كمان السبورتات هنا ما علينا يعني بس عشان بس مطولش في الفيديو هو كنا المفروض نمسك كمان السبورتات هنا في الايبوكس عشان بس يبقى ايه مود افكت يعني احنا شفنا الخرسانه عملنا افكتس كنا اخترناها كلها زي ما بتتعمل هو لا هو الصح نمسك الخرسانه بس هو في مشكله ثانيه بس هي الفكره كده وصلت يعني هو كده على الاقل يعني كان نفسي برضه تشوفوا الانديار في الايبوكسي ودوك شفتوه بيبقى عباره عن ايه الايبوكسي بيسيب بينهار هو لسه لازق دلوقتي يعني احنا لو جينا بصينا من قدام في مكان معين بس شال من ورا كده من قدام سيلكت كومبوننت فين البليت بليت اون سيلكت سيلكت كومبوننت كده قدام كده نقطة كل شيء هنلاقي في جزء البوكس طالع لفوق ونظام كده يعني الازرق دوت ماسك الخرسانه بالايبوكسي يعني هو مش سايب يعني مش الفايبر سايب الايبوكسي لا ده الفايبر لازق في الايبوكسي بس الايبوكسي ذات نفسه هو الايه اللي انهار او مش انفصل هو يعني في جزء كده يعني هو كده
ده الاي بوكس اهو وده الفايبر. الخاصة ان الجزء ده بتاع الفايبر تحس ان حجمه زاد قوي، حجمه زاد قوي في الجزء ده كده، ده كله كده فايبر. اسف اي بوكس، ده كله كده اي بوكس اللي هو المتهشر ده، والفايبر طبعا ماشي معاه كده. يعني حصل ان هيولي الاي بوكس في الجزء ده، في الجزء ده كده. ده علاجه ايه بقى؟ ايه؟ هو المفروض دلوقتي هنعيد الحل تاني بتاع دوت، ممكن بخطوات اقل شويه او نصغر ال لا مش السيكنس، نصغر الخطوه. يعني ممكن نجي هنا كده في الحمل، بدل ما نخليها سالب 30 نخليها مثلا سالب 10 سالب 20، ممكن يكون هينهار قبل كده وهكذا بقى. مش ماشي، عشان بس ما اضيعش في وقت الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.